ايه مالك، في حاجه؟ لا ولا حاجه، بس خايف حد يشوفك. ما اللي يشوف يشوف، انا لسه راجع من الجيم، محدش قال حاجه. جيم؟ صحيت بدري شويه، قلت انزل اتمرن كده شويه جنرال. انت عارف الواحد بقاله 7000 سنه ما هزش العضله. خلصي، كنت عايزيني في ايه؟ بكتب كتاب عن التاريخ الفرعوني، وعايزاك بقى تساعدني فيه. عايزين اكتب وراك يعني؟ تكتب ورايا ايه؟ لا طبعا، انا عايزاك تحكي لي كل حاجه شفتها، كل حاجه حصلت، كل حاجه. ازاي كنتوا بتحنطوا؟ ازاي بتبنوا الاهرامات؟ ازاي بنينا الاهرامات؟ لا اسف، انا كنت معاهم ساعه الرسم بس ما قدرتش انزل في الشمس، مش قادره افيد. طب بقول لك ايه، اسكت اسكت. منيره هنا جايه في الطريق، اوعى تقول لها اللي عملته في بهجت. ايه ده، هي لسه ما تعرفش؟ لا ومش عايزينها تعرف. قولي ما تعرفيش بهجت راح فين؟ وانا شفته. وانت بتشوف اصلا؟ طب ما تسالها ليه في الريسبشن يا منيره هانم، يمكن يبقى راح هناك. تعبت، سالت عليه في كل حته مش لاقيه، حتى كمان طلبته على الموبايل ما بيردش. هيكون راح فين؟ انا هتجنن، انا مش عارف بصراحه. انا بدات اقلق. مالك انت بس يا حشري؟ انا خايفه، خايفه قوي، احسن يكون عمل في نفسه حاجه. لا ان شاء الله خير يا منيره هانم. انا هقوم ادور عليه. استني بس، راح فين؟ قومي انت دوري عليه وخليك انت هنا جنبي يا اخي. ماشي. مبسوط؟ شفتي؟ مشي. حد يصح حد كده يا بهجت؟ انا بصحيك من الصبح مش سامعني. عايز ايه؟ اتفضل روح شوف هتحور ده فين وخليه يجي يرجعني زي ما كنت. انت كان يعني لازم تتفرد قوي. امال كنت اسيبه يعني يصغرني قدام منيره؟ او صغرك بجد يا بهجت. مبسوط؟ خلاص انا هقوم اغير واشوف الحوار ده يخلص ازاي. يخلص دلوقتي وبسرعه قبل ما منيره تيجي تشوفني كده. طيب خلاص يا اخي، افوق بس و... لا 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 اوعى تعطس. ايه ده؟ بهجت، بهجت، نهار اسود يا بهجت، بهجت. انا هنا يا زفت. انا اسف والله ما كانش قصدي. مش عارف تكتب الواتساب يا عم. بقولك ما كانش قصدي. المهم انت كويس؟ لا مش كويس. طب الحمد لله. بقولك ايه، انا هغير وانزل اجيبه، خليك انت في الطفايه دي، ما تحركش منها لحد ما ارجع. قرفك يا شيخ بريالتك دي، شكلك مش مسليه. طب قولي، شفت معركة توحيد القطرين؟ هو أنا ما شفتهاش في ساعتها، بس شفتها في الإعادة في حصاد الأسبوع مع مدحت شلبي. كانت حلوة أوي. إعادة؟ صباح الفل يا أستاذة داليا. أنت فين من الصبح بدور عليك؟ أنا اللي بدور عليك يا مملكة. يبقى يلا بينا. يلا. رايحين فين؟ رايحين نلحوس على أي آثار ولا برديات ولا أي حاجة من السكة دي بدل ما إحنا قاعدين. طب ما تاخديني ألحوس معاك؟ لا مش عايزين نعس، كيفك بقى معانا، لو وصلت لحاجة أكلمك في التليفون. ماشي. يلا مملكة؟ يلا بينا. على مهلك يا مملكة. ينفع يعني؟ ينفع؟ ايه؟ سايبني معاها في الصبح لما كلت وداني. مش انت اللي متفق معاها تكتب لها باين كتاب على التاريخ؟ عم كاتب كتاب ايه ودخلت ايه بس؟ طب عايزين نلم موضوع الواد بهجت بقى، لحسن طرطشت مننا على القعدة جامد.
طب ما تفكك من الحرب بقى دلوقتي، شوف لنا حاجه نصطبح بيها. وانت عايز الصبح كده؟ اه امال اسمها الصباح ليه؟ عشان لازم تتاخد الصبح. والله الواد بهجت كان معاه حته حشيش قد كده، بس لما انت سخطته غالبا بقت قد كده. حشيش؟ يا عم انا عايز بانجو. بانجو؟ اه بس البانجو ده بيضم خلايا المخ. خلايا مخ ايه يا عم؟ انا متحمط يعني، هنا لا في مخ ولا جمبري. ماشي يا مملكه، تعال نلحوس على بانجو. يلا. بورنوس الفنان محمد كريم بين النظرية والتطبيق. دراسة يجريها مجموعة من الباحثين البريطانيين. يعني بغض النظر عن هم في بريطانيا عارفين ان اسمه بورنوس، بس ما اعرف محمد كريم منين. إيه؟ نهار اسود، استر يا رب. يا ترى مين؟ حبكت نظافة دلوقتي؟ بقول يا مخرش عمر، الجدع اللي معانا ده حالته مضمضمه وعايزين له مخدر عالي الجوده. موجود بس عايزين حاجه حلوه ما تصغرنيش. يا عم انت لسه هتحكها، اطلع على حماد عرنوس. الله، وانت عرفت حماد عرنوس من ايه؟ ما انا صحيت بقى من بدري سالته شمشم. اصل يا مملكه، بس ما تاخذنيش في السؤال يا ابن عمرو. امورنا مخربش. انت شكلك عامل كده ليه؟ ماله شكلي؟ لبسك غريب وشكلك عجوبه. انا لبسي غريب وشكلي عجوبه؟ كل جنب ده عادي؟ اه عادي. على وضعك، سيبك بقى من حماد عرنوس وودينا عند اللي بتصطبح منه. احنا عايزين الدماغ دي. بالظبط. بقول لك يا باشا، جيب المخدرات منين؟ الشمال ده؟ يلا مملكة. يلا بينا يا باشا. حبيب هنيجي تاني. حبيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب. أهو. الباكيت تا تي مالها؟ ب ايوه خمسة و أربعين و نص. اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. ون باكتة دي ب هناخد الأولانية، الأولانية اخلص اخلص. خمسة و تمانين. تحبوا الأولانية؟ هناخد الأولانية. أنهي واحدة أزميري؟ الأولانية يا معلم. تحبوا إيه؟ ألفها لكم؟ لا لا، هناخدها كده زي الفل. يبقى كده الحساب عارف عارف 45 ونص. استنى عندنا عم سلطان الطلعة دي 40. خلاص يا حبيبي خلاص ونص. انسى مساء الجمال.
بكام؟ فتحت علينا فتوحة. ال حتى يا ريتني ما طلعتها، كانت ضيعت ولا ضاعت. دي أزميري، دي لا تقدر بثمن. قول له الدماغ اللي انت هتعملها لا تقدر بثمن يا كده. بقول لك لا سمعت سمعت وضحك. خلاص بقى يلا مملكة، يلا بينا يا عم سلطان. تمام ال اتعاملها لا تقدر بثمن. بتنظفيش غير الحتت اللي انا بروحها؟ هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟